أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في بلدنا عند الانتهاء من دفن الميت يقف أحد الأخوة المتعلمين علما شرعيا فيدعو للميت بصوت مرتفع ثم يؤمن الناس من خلفه، والسؤال: هل الدعاء بهذه الطريقة يجوز أم يدعو كل واحد منهم سرا، علما بأنهم إذا دعوا سرا ما يدعون للميت كثيرا؟ لا، هذه مبتدعة، الطريقة هذه مبتدعة، إنهم يدعون له بصوت جماعي أو يدعو واحد والبقية يؤمنون، هذا كله بدعة ما يصلح، يقفون عليه وكل يدعو، كل يدعو له ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت بدون أنهم يكونون مرتبطين بصوت واحد أو يؤمنون على دعاء شخص واحد، هذه الصفات لم ترد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا لكن بإمكان طالب العلم، بإمكان طالب العلم أنه يعلم الحاضرين، يقول ادعوا لأخيكم استغفروا له، قولوا واستغفروا الله لأخي اللهم ثبته، يعلمهم قبل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، إنه الآن يسأل. نعم.